السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، ان شاء الله كامل تكونوا مهنيين مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. وبيان سور ديما نبداو كلامنا بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتكلوا على ربي ونبداو الروتين التحفيزي مع بعض وتحضيرات لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين لا مفقودين، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا. وهذه هي عاداتنا، غير يلحق رمضان نحبوا نديروا ذاك الميناج ونحبوا نفحفحوا يعني نحبوا نديروا شويه تغييرات كيما راني درت اليوم. يعني بديت شويه انا بكري باسكو البنات راني حال دارنا، يعني قلت قبل ما نروح لدارنا ندير ميناج كامل للكوزينه لي شومبغ، يعني حنشارك معاكم كامل التنظيفات بالنسبه لا شومبغ كنت شاركتها معاكم، واليوم حبيت نقي الكوزينه وراح نعطيكم ثاني يعني البنات باش ما تعيوش رواحكم في الميناج تاع رمضان. بكري انا وحده من الناس كنت ما نعرفش، يعني كنت كي نحب ندير ميناج لما المغسولين ونعاود لهم الغسيل، سواء نسحقهم سواء ما حقهمش كامل نحط كل شيء نغسله. مي دوكا البنات يعني الوحده ما حدها تكبر ما حدها تتعلم، دوكا وليت كي يكون عندي معني مغسولين ما نعاود لهمش الغسله الا لا عندي لينوكس ولا لنكم هذاك الالومنيوم ندير لهم نهار وحده، يعني نهار وحده نغسل فيه الكيكوطات وكامل، نهار وحده نغسل فيه لا فايونس، نهار الفريجيدار ومن بعد يبقى لي نهار الاخير اللي ننظم فيه. المهم البنات يعني حاولوا ما تعيوش رواحكم في نفس النهار، كل نهار خدموا حاجه. الحاجه الثانيه ديما حاولوا تنقصوا الخرده على رواحكم، يعني كاين المعن اللي ما تسحقوهمش في الكوزينه وانتم على بالكم بلي هذوك المعن راهم زايديكم غير الكركبه ماكم مسحقينهم ما والو ومخلينهم، يعني حاولوا تنقصوا خلوا غير حاجه اللي تحقيها انت غير تي والزوج ولا غير نتوما زوج ثلاثه اربعه، خلي لما نقيسك ماشي نتوما زوج ولا ثلاثه ومخليه 100 طبسي. يعني انا نحاول ندير كيما هكا، المعن اللي نسحقهم يوميا نخليهم في الكوزينه، اللي ما نسحقهمش سواء نديرهم تحت البوطاجي ولا نديرهم في الارجونت ولا المهم بعدهم عليا، يعني باش ما يديروليش الفوضى. ثاني خياتي هذاك البلاستيك وهذوك القوابس اللي ما عندهمش البلاهات تساوعهم، القواب كاين بزاف اللي خبوا هذوك القوابس تاع الزبده وكامل. ثاني البنات اذا تعرفوا روحكم ما تسحقوهمش ثاني ارموا ما تخلوا حتى حاجه، اللي تعرفوا روحكم ما تسحقوهاش دايت لكم غير الفوضى، يعني ارموا ولا صدقوا ولا خبوها اللي تعرفوا روحكم تسحقوها نهار واحد اخر. المهم حبيباتي الغاليات كيما راكم شفتوا البنات بديت معاكم الروتين ديريكتومون بهذوك القوابس ولا هذوك لي بواط اللي ندير فيهم لي زيبيس، خويتهم كامل غسلتهم خليتهم ينشفوا وبيان سيغ دوك نعمرهم بالتوابل الجد اللي راني شريتهم من مدينه مغنيه. وهنا البنات ثاني وليت لهذو القجوره، يعني في مشترياتي الاخيره تاع شهر رمضان كنت شاركت معاكم هذا البابي اللي كنت شريته، يعني قلت لكم حبيت نغلف به القجوره من الداخل باسكو شوفوا البنات هذه القجوره كي يطيح فيهم كاش حاجه ولا يغبنوا في المسيح تاعهم. كنت شريت هذا البابي كيما راكم تشوفوا، يعني قلت نغلف به، مي البنات ما ننصحكمش به، يعني الكره تاعو كامل ما تلصقش بيا، راح ينجول تحطو على اساسكم حطيتو كجورنال ولا يلصق يعني غير في ذيك الدقيقه بصح من بعد يحاول يطير. مي انا بالنسبه للقجوره يعني راح نحط فوقو، مي اذا زعما تغلفوا به بوطاجي ولا ما ننصحكمش بيه باسكو ديجا ماهوش رايح يلصق، بصح انا هنا في القجوره خليته يعني باسكو على بالي راني راح نحط فوقو حوايج اثقال يعني يشدوه ما يخليهوش يتحرك من بلاصتو. كيما راكم تشوفوا هنا يبالكم لصق بصح بشويه بشويه ابدا يطير. كيما راكم تشوفوا البنات هنا لصقته يعني نحيت له هذاك الكاعط تحته، يعني هو جا جاي يلصق نحيت له هذاك البابي تاعو تحتاني ولا ذاك الكاعط تحتاني وبلاصيتو وبهذيك اللي نقطعوا بها العجين بديت نخرج كامل في الفقاعات باش يعني ما يزيدش يطير لي. وهنا بعد ما كملت مع هذوك القجوره وليت للايليمو ثاني شوفوا البنات هنا وين كنت حاطه لي بواط هذوك تاع التوابل، يعني شويه مغبرين جاني هنا كما راكم تشوفوا راني صدت زجاجه صغيره كون ما درتش الرغوه كامل ما نشوفهاش. المهم هنا درت ماشي نقول لكم رغوه كبيره باسكو هذا ماهوش لوح وما يتقبلش الرغوه، درت شغل غير هذيك الحبل تاع الماعن شمخته غير بشويه تاع ما ويزيد برك باش يعني تتنقالي هذيك الجهه، حكيت كامل كيما راكم تشوفوا. من بعد البنات جبت طوخشون وحده اخرى من الديا وبديت نحاول كامل نشف هذيك الرغوه، يعني غير في هذه الجهه اللي طايحين اللي فيها شويه لي زيبيس نشفتها كامل. دوكا شوفوا البنات بزاف كانوا يجوني تساؤلات على الايليمون اسيا اسكو عجبك ما عجبك شحال السعر، يا البنات والله لا خياتي ديما راني نجاوبكم ونقول لكم كنت خلصتو 1.6 مليون برسك دوكا راه عنده عام
هو ما شاء الله يعني الحمد لله يا ربي عنده عم مازال ما صرالو والو. مي البنات لازم ما تثقلوش عليه، لا كي حابه تشريه لازم ما تثقليش عليه. الحاجه برك اللي ما عجبتنيش فيه يعني في الحواشي تحسوه بدا يتقشر. انا غير يعني استعملته ما باش عين 3 اشهر، تشوف في هذوك الحواشي تاعو دوكا هنا كي نبدا نصور نوريهم لكم، يعني تحسوهم بداو يتقشروا. وهذه لا ماتيير يعني حتى في البنك تاع ولدي كامل في الجوانب تاعو تحسوه ابدا يتقشر. المهم حبيباتي الغاليات كيما راكم شفتوا، نشفتوا يعني درت له رغوه خفيفه نعطيكم في فكره، كيكونوا عندكم هكا ايليمون ولا يعني بيفي ولا وشويه مطاشي ديروا غير شويه تاع رغوه، يعني ما تكثروش نقوها وعاودوا نثمثم نشفوا. نفس الطريقه اللي كنت غلفت بها القجوره ثاني راني هنا نغلف هذه الجهه، باسكو قلت لهم هذه عندي بزاف تتوسخ منين مفتوحه ما فيهاش بيبان يعني تدخل لها الغبره يطيحوا فيها خطرات لي زيبيس، يعني قلت نغلفها. المهم البنات درت لها كامل هذاك الورق اللاصق اللي قلت لكم ما ننصحكمش به الا لو كنتوا رايحين ديروه في قجوره ولا مي تغلفوا به بوطاجي ولا ما يلصقش يشد غير شويه من بعد يعاود يطير. المهم حبيباتي الغاليات في هذه الجهه كنت حطيت الكيسان تاع الماء، وليت هنايا لي بواط هذوك تاع لي زيبيس ولا نقولكم هذوك تاع التوابل بعد ما غسلتهم وخليتهم كامل نشفوا عمرتهم بالتوابل. يعني بالنسبه للتوابل تاعي القدم حطيتهم في قابصه واحده اخرى تاع لي زيبيس يعني فوق البوطاجي باش نستعملهم قبل رمضان، وهذوك تعمرتهم بالتوابل الجدد اللي شريتهم من شهر رمضان. ان شاء الله لكنا ملحيين، ربي دخل علينا رمضان بالصحه والهنا، واللي متمنيه شي حاجه نقول لك ربي يوفقك عليها. المهم حبيباتي كملت مع هذه الجهه اللي كنت غلفتها رتبتها كيما راكم شفتوا، حطيت فيها غير الكيسان تاع الماء وحطيت فيها هذوك لي بواط تاع التوابل. شوفوا الشكل تاعهم جا بزاف شباب، يعني درت 6 من هذاك هذو جايين رايحين للاورانج، ودرت هذوك صغار عمرت فيهم كامل التوابل. بالنسبه لهذه الجهه الوسطانيه الفوقانيه راني دايره فيها لي تيرمو، وليت هنايا للجهه هذه الثانيه فانيك البنات راني حاطه فيها لي سيرفيس اللي نستعملهم يوميا. مي حسيت راني حاطه فيها حوايج كامل ما نسحقهمش، يعني انا نسحق غير زوج غرفة لي واحد لي واحد لزوج، مي راني روحي حاطه من كل موديل 4 5. قلت نخوي نخلي من الحوايج برك اللي نسحقهم، الماهم برك اللي نسحقهم، والزياده نروح نخليهم في الارجونتري، يعني هكا ما نثقلش على الايليمون. والحاجه الثانيه ثاني كتكون الحاله منظمه، يعني كي تكون الفوضى بزاف تاع الماعن والله يا البنات ما تخليلكمش الكوزينه تتنظم. المهم كما كنتو تشوفوا خويتهم كامل خوي هذوك لي زيليمون، وبديت نشوف لما عن اللي نسحقهم من اللي ما نسحقهمش، يعني بديت انفرز كاين اللي نعرف روحي كامل ما نستعملهمش يعني درتهم في كرتونه وقلت انمدهم، كاين اللي نعرف روحي بلي نستعملهم اذا جاوني ضياف ولا يكونوا عندي ضياف ومعاهم اولاد صغار يعني ثانيك راح نسحقهم ثانيك نخبيهم بجهه، واللي نسحقهم يوميا بيان سيغ رايحه نخليهم. كما كنتو تشوفوا البنات انا بالنسبه لهذا السيرفيس راح نخلي منه كل موديل زوج زوج، يعني ليا ولزوج، وبيان سيغ اللي يبقاو زياده نخبيهم غير اذا جاوني ضياف رايحه نجبدهم، اذا ما جاونيش نخليهم مخبيين هكا باش ما يكثروش عليا الفوضى. هنا ثانيك البنات فرزتهم وليت البلاصه هذيك اللي كنت حاطه فيهم ثانيك فوتت لها كامل مسحه بتوخشون منديه وعاودت نشفتها وعاودت بديت نرجع في كامل لما عن التوابل. ولا نقول لكم هذوك لي سيرفيس اللي نستعملهم يوميا يعني ولا تاع رمضان، يعني ما عنديش بزاف لي سيرفيس بلاك نقول لكم عندي 3 لي موديل ولا 4. المهم البنات بديت بهذا الغوج هو الاول، هذا نحبه بزاف مام عندي كامل صوالح، وعندي كيسان وعندي طباسه تاع الكاري المستطيل لي سا دو تاع. شوفوا البنات كي تكونوا عائله صغيره تقدروا تشرو من كل موديل زوج طباسه زوج غرافه، يعني حتى الكيسان ماهوش راح يسقام لكم بزاف. انا حطيت هذا السيرفيس روج، من بعد البنات حطيت سيرفيس بلون، وعندي ثانيك بلون بنواغ ثانيك حطيته في الجهه الفوقانيه، وهنا يعني راح نكمل كامل التستاف نخمل نعاود نكمل المسحه. وبيان سيغ البنات هذو الماعن كامل ابقاو لي رايحه نخبيهم، يعني هذو ماش راح نحطهم في الايليمو ونعاودو نولو للكوزينه، وراح ندير لكم فيها جوله بالتفاصيل كيفاش نظمتها وكيفاش نظفتها وقولوا لي رايكم. وهنا كيما راكم تشوفوا يعني بعد ما جففتها نقيته كامل رايحه ندير لكم جوله كامل يعني بالتفاصيل. اول حاجه البنات كيما راكم حفظتوا كوزينتي يعني صغيره جايه طول بلا عرض،
مي صدقوني البنات والله على فصالتها تعجبني بالبزاف، بورتو عندي لي تاع وعندي يعني وين نقدر نكبر مي هذا الشكل تاع الكوزينه عجبني بالبزاف، يعني خرجت لي منظمه مالغري صغيره مي جايتني منظمه. المهم البنات شوفوا بالنسبه للمساحه تاعها فيها 6 مترات على 2.5، يعني 6 مترات طول على 2.5 العرض. اول حاجه البنات غير ندخلوا من الباب نصيب هنا الفريجيدار يقابلني، وكيما راكم تشوفوا الفريجيدار كامل خويت ونقيته ومسحته، باسكو راني قريب نروح لدارنا، ديما نحب كي نكون رايحه لدارنا ما نخليش القضيان مورايا يخسر لي، فوت عليه كامل ثانيك مسحه. بالنسبه للطابله ثانيك نقيتها، هذوك الغلافات تاع الكراسه كامل غسلتهم، مام هذاك اللاناب ثانيك نقيته كامل، هذه تاع الما غسلتها عمرتها، وهنا حطيت هذوك زوج حبات تشينا يعني باش يكونوا قدامنا ناكلوهم. هنا يعني هذه تاع الما بزاف كانوا يسقسوني عليها، كنت خلصتها نورمالمون 160,000 عندها قريب عامين ما شاء الله. هنا نولو للبيفي كيفاش راني منظمته، يعني فيه دو ايطاج، ايطاج الاول راني دايره فيه الكيسان تاع الفلون مع الكيسان تاع ليمونات كيما راكم تشوفوا هنا، راهم كامل مقيين كيما راكم تشوفوا، يعني راهم يشعلوا ما سحقيتش كامل باش نعاود نغسلهم. كي تكونوا منقيين ما عنكم وتغسلوهم غسله بالطبع، يعني ذاك الغسيل تاع يوميا تغسلوا بالطبع، ما تسحقوش تعاودوا كامل تغسلوهم. انا راني نعطيكم في افكار للتنظيم. بالنسبه للايطاج هذا راني دايره فيه غير زداج ترونسبارون، الكيسان تاع الفلون القراح هذوك تاع الزداج مع الكيسان تاع الكازوز تاع الجو. هنا بالنسبه لهذا الايطاج الثاني يعني راني دايره فيه هذوك المنظمات يا البنات ينفعوا سواء هذا لاني مستفه فيه الغرفه ولا لاني دايره فيه الطباسه، يعني والله يا البنات بزاف شابين. بالنسبه لتاع الطباسه كنت خلصت 30,000 والاخر 25، كيما راكم شفتوا واحد دايره فيه الغرفه والاخر مستفه فيه كامل الطباسه، شكل الفراشه شكل القلب كامل اشكال دايرتهم ثما. هنا نجو للقجار الاول اللي كنت غلفته كيما شفتو. بالنسبه للقجار الاول كنت شاركت معكم هذه المنظمات يعني في اخر فيديو تاع المشتريات، يعني كنت شريت هذه المنظمات خطره ولا كنت شريت غير واحد جربته في القجر، ومن بعد منين عجبني زدت المنظم الثاني كيما راكم تشوفوا هنا، جاو ما شاء الله درت فيهم كامل المغارف الكبار الصغار الفراش طول اللي تاع اللي بقالي، كنت درت فيه دوك المغارف الدوغي مع هذوك لي بغوص مازال ما استعملتهمش. بالنسبه للمنظمات كنت خلصتهم 25,000 للوحده، كنت حابه نشري وحده كبيره ديريكتومون مي البنات ما تجينيش في القجار تاعي، على داك جبت زوج صغار. وهنا القجار الثاني هنا راني دايره فيه هذو السليلات راني منظمه فيه لي سيرفيات. بالنسبه لهذو لي سيرفيات كيما راكم تشوفوا هذو البلون مخليتهم للسهرات ولا عشا شباب انا والزوج، ولا مخليتهم للضياف كيما راكم تشوفوا غاسلتهم بالصابون بالجافيل ومخليتهم مقيين. هنا بالنسبه لهذه الغوز ولا النواغ تاع كل يوم يعني اللي نمسحوا بهم كل يوم، بالنسبه لهذيك الطابليه الموف يعني اللي نستعملها ثاني كي جو ضياف ولا، وعندي شابين يعني اللي مخدومين بالبرودي كامل هذوك مخليتهم في خزانتي واللي نستعملها معلقتها مورا الباب. وهنا راني دايره ليسا دو تابل هذوك الغوج ثاني عندي دوغي، ودايره ثاني هذوك لي ساشي تاع الكاطو خطرات نخدم الكاطو ويحب الزوج تاعي يدي معاه، يعني شريتهم باش ديريكتومون امباليلو فيهم الكاطو. وهنا البنات انجو للجهه التحتانيه وعلى بالي كامل تكرهوا هذه الجهه في التنظيم تاعها واللي هي صوالح تاع الكاطو ولا المصروف. هنا راح نعطيكم فكره يعني تقدروا ديرهم فوق ولا تحت البوطاجي ولا في هذوك القجوره تاع البلاستيك، هذو المنظمات علامه بالنسبه للسعر تاعهم في بالي شريتهم 15,000 وكل حاجه راني منظمتها وحدها، يعني هذو السليلات وحده دايره فيها لي غون تاع الكاطو، وحده دايره فيها طوابع، وحده دايره فيها لي سيرسو مع لي مول تاع السيليكون، وبيان سور ثاني كاني دايره هذاك الميزان. بالنسبه للصوالح تاع الكاطو راني مستفتهم بهذه الطريقه، وبالنسبه للمصروف ثاني كاني شاريه هذو لي بواط تاع البلاستيك ثانيك البنات ينفعوا في التنظيم، يعني كل حاجه راني دايرتها في هذوك لي بواط. وكاين لي ساشي اللي منش كاع فاتحتهم كيما سباغيتي والسكر كي نعرف روحي ما استعملتهمش شهر كامل نروح نديرهم في هذيك الكرتونه تاع الخزين، يعني انا بالنسبه للكرتون رمضان ماشي شرط برك في رمضان نديرها، عام كامل الزياده نديرها في هذيك الكرتونه، شهر شهرين نصيب عندي كامل المصروف ما نصرفش هذوك الدراهم ندير بهم حاجه وحده اخرى. وهنا نولو لهذه الجهه اللي جايه فوق البوطاجي وتحت الاليمو كيما راكم تشوفوا راني بلاصي هنا الميكرو اوند ودايره فوق هذاك الديكور تاع البرادات تاع القهوه. وهنا بالنسبه لهذه الجهه كديرتها ركن تاع قهوه من بعد حسيت روحي ما نستعملش بزاف ذاك الركن تاع القهوه، حطيت فيه المقلاة الهوائيه وبزاف تساؤلات جاوني عليها مازال كامل ما جربتهاش، اليوم نجربها
ونخليكم الفيديو الجاي رايي فيها بصراحه. وهذا السنين راني منظمه في القوابس هذو تاع الشاف، واحده دايره فيها القهوه واحده السكر، وهذوك الصغار دايره فيهم الملح والفارينه، يعني الفارينه كي يكون نخدم في الكاطو ولا باش تسهل عليا، هذوك جايين مثقبين. ودايره فيهم هذيك القرعه تاع الزيت ننصحكم بها يا البنات، هايله. خطرات كي نولي نرش في السنيوات تاع الكاطو ولا حتى المسمن والله بديت نحل بها علامه تنفع، والسعر تاعها ماهوش غالي، في بالي شريتها 35 ولا 30000. وهنا نجو للإليمو، يعني هذه الجهه تحت الإليمو راكم شفتوا كيفاش نظمتها، وهذه الجهه الفوقانيه قلت لكم حطيت غير الطباسه اللي نحتاجهم، يعني نقصت على روحي هذيك الفوضى، حطيت داك سيرفيس لوج، هذاك سيرفيس الكاري، وثانيك سيرفيس انواغ بالبلون، وهذوك الغرافه اللي جايين تراديسيونيل ثانيك حطيت باسكو ما عنديش موديل كامل كيف كيف، عندي من كل موديل وحده وحده حطيتهم باسكو على بالي بلي نحتاجهم يوميا، وبيان سيغ ثانيك راه عندي ماعن في البيفي اللي نحتاجهم يوميا. هنا كيما راكم تشوفوا نظمت هذو لي بواط تاع لي زيبيس، وحطيت هذاك الهلال تاع شهر رمضان باش نحس بهذوك الاجواء تاع شهر رمضان. وهنا الجهه الثانيه تاع الإليمو كيما راكم تشوفوا راني دايره فيها لاباري تاع القهوه، ما نستعملهاش بزاف باسكو جاتني قهوتها خفيفه، راني حاطه فيها البانينوس ثانيك ما نستعملهاش بزاف الاشواط، وحاطه فيها الباتيغ يعني ما نستعملهمش يوميا، على ذاك راني مخبيتهم ثما. يعني هذا هو التنظيم تاع الإليمو. هنا في البوطاجي كيما راكم تشوفوا ثاني راني نقيته، بالنسبه للبابي بزاف راني سقسوني عليه، هذا البنات ورق لاصق يعني هذا بابي كنت شريت وراه عنده عام ما شاء الله، يعني مازال حد الان ما طارليش، مي لازم له استحفاظ يعني ما تكثرولوش الماء، حاولوا غير تفوتوا عليه مسحه. انا لا بلاك ثاني كنقيتها، بالنسبه لهذو القفالي اللي نشعل بهم ونطفي كانوا شويه ذابولي وطارت لي منهم لا كولور، راني حاطه هذاك السيري تاع الماس، القرعه تاع الزيت، البابي هذو كامل نستعملهم كي يكون نطيب. هنا راني حاطه هذه القله يعني طيب بها نشرب بها القله هذه تاع الطين، وحاطتها هنا عند لوفي باش كش ما يسيح ولا ديريكتومون يهود تما، يعني نفعتني بالبزاف. وهنا الفور تاعي الغوز اللي بزاف يحبوه، بزاف كانوا يسقسوني اسيا كيفاش راكي مبلاسيتي، اليوم راح نصور لكم كيفاش راني مبلاسيتي. شوفوا البنات هذا السيبور ينباع عند اللي يبيع الماعن ولا عند الكنكايري، كنت خلصته 80000، راه عنده 5 سنين، يعني تبلاسيه في الحيط، يعني لازم تحفريه تحفري له في الحيط وتحطي فيه الفور تاعك سوليد ما يصرى له والو، يعني كيما راني معلقه الفور راني معلقه الميكرو اوند بنفس الطريقه. وهنا راني حاطه السليله تاعي تاع الخضره، حاطه فوقها البيتخا، وهذه هي كامل الكوزينه تاعي، درت لكم فيها جوله بالتفاصيل تحت البوطاجي ما صورت لكمش، الفيديو الجاي ان شاء الله بربي رايحه نصور لكم باسكو الفيديو جاني بزاف طويل. وهنا خياتي وصلنا لاخر فيديو، على بالي الفيديو جا بزاف طويل، مي حبيت نشارك معكم يعني دقيقه بدقيقه كامل التغييرات. وهنا نقول لكم حبيباتي الغاليات والله راني ناعيه على المونتاج، راني واقفه على القناه هذو الايامات، يعني نحاول ما نغيبش عليكم، ونقول لكم ما تنساوش تدعموني بجام وكومونتير، صدقوني لي كومونتير تاع الصح راهم يطلعوا لي المورال. وهنا نقول لكم تهلاو لي في روحكم كامل، نحبكم، سلام.